ديفيرونس انتر نو اي لي اسبانيول سي كو لي اسبانيول يشوفو هاد لي مونيمون يشوفوهم كوم ليغيتاج تاعهم على بها يهتموا به يهتموا بلي مونيمون بزاف خاطر سي فري العدد اكبر العدد الساحق كما نقولوا تاع السكان تاع الاندلس هما ايبيريين في الاصل ومن بعد يجوا الامازيغ اللي دخلوا باكبر نسبه واقل وحدين كاع هما الخليط اللي كان عرب مع قبط مع مي مهتمين بزاف بهاد لي غيطاج هما فاهموا هاد الشيء سي بور سا مهتمين به مي حنا مالوغوزمون عندنا اثار بزاف اللي حنا كي نسموها اثار رومانيه ولا اثار بي امبورت ما نعطوهاش قيمه خاطرش نحسبوها كوم سي هي اثار تاع الطلاين ولا تاع وهي كي تسميها اثار يعني تحمل الثقافه الرومانيه مي السكان تاعها اللي كانوا عايشين هما اغلبهم امازيغ اللي سكنوا فيها فما نهتموش بها حنا اللي قلنا نفهموا الشعب تاعنا في قال افريك دي نور بلي هذيك الاثار اللي راهي كاينه مهما تتسمات باي ثقافه هي تنتمي للشعب هذاك اللي راه مازال عايش تما فكنا قادرين نصنعوا كيما وحده كيما تيم غاد اللي هي فريمون اسطوره يعني كنا قادرين نرجعوها كيما هاك بالك نفهموا يلا نشوف فهموا البيبل تاعنا هادشي اميزينغ